أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال، إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال. أنت اليوم يا عبد الله تمشي على قدميك وروحك بين جنبيك، عما قليل بعد لحظات ستضطجع رغما عنك وستمنع من الحركة رغم أنفك، وسيوضع جسدك هامدا بلا روح، وسيرفعك الرجال على أكتافهم، قد يرفعك أبوك على كتفيه، قد يرفعك أبناؤك على أكتافه، قد يرفعك جارك على كتفيه. جنازتك وجسدك بد أن يحمل على أكتاف الرجال، احتملها الرجال على أكتافه. فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني. وأريدك أن تطرح على نفسك اليوم سؤالا وأنت تمشي على قدميك: هل تحققت فيك أوصاف الصالحين؟ هل صلحت عقيدتك؟ صلحت معاملتك؟ صلحت عبادتك؟ هل أنت صالح في علاقتك مع الله؟ صالح في علاقتك مع الخلق؟ صالح في علاقتك مع نفسك؟ صالح في علاقتك الذي تعيش فيه؟ صلواتك، زكواتك، عمرتك، حجك، واجباتك، فرائضك، عملك هو الجواب على هذا السؤال. فإن شرطية إن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني. والله كأني بهذا الميت يحمل على الأكتاف يصيح فرحا بلقاء الله، يقول لي حامليه: قدموني قدموني، لأنه يعلم يقينا أن الله أعد له نزلا في الجنة، لأنه كان في حياته متقدما لطاعة الله، متقدما في ذكر الله، متقدما في فرائض الله، متقدما في طاعة الله. على قدر مسارعتك وروحك بين جنبيك في طاعة الله، على قدر رغبتك في الاندفاع إلى قبرك الذي يفزع الأحياء، أنت تتمنى أن يوارى جسدك التراب لترتاح من إها ونكدها ومنغصاتها. وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: مستريح أو مستراح منها. المؤمن إذا مات يستريح من التكاليف ومن الأعباء ومن الدنيا ومن الشهوات ومن الفتن، يستريح لأنه سيلقى الله، سيلقى الكريم، سيلقى الرحيم، سيلقى الرب، سيلقى الودود الذي كان يعبده فوق هذه الأرض. وإن كانت غير ذلك ويا وذلك، يا ويلك إن كنت كذلك. وإن كانت غير ذلك تقول: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه لصعق. هذه الجنازة من شدة صياح صاحبها وصراخه ووجله وخوفه من الله يصدر صوتا لو سمعه بنو آدم لصكت آذانهم عن السماع، ولماتوا فزعا لقوة هذا الصوت وشدته وهوله. أنت غدا ستحمل جنازتك، من شيع سيشيع، ومن غسل سيغسل، ومن دفن سيدفن، يوم لك ويوم عليك. أنت خبير بنفسك، عليم بنقاط ضعفك. ماذا تقول
إذا حملك الناس ليتخلصوا من جثتك؟ ماذا تقول إذا حملك ألذات أكبادك إلى قبر أضيق من سم؟ هناك في الظلمات حيث الجسم ممدود ليستأكله الدود، لا صديق لا جليس لا أنيس لا طعام لا شراب لا رحيم إلا الله سبحانه وتعالى. يا ويلها أين تذهبون بها؟ فبادر بالتوبة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.